بلغت تكلفته مليار دولار ومئة مليون. تعتمد إسرائيل عليه بشكل مفرط وتتحكم فيه عن بعد. فماذا نعرف عن السياج المخترق؟ عام 1994 أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين قراراً ببناء حاجز أمنياً على طول الحدود مع قطاع غزة. وبعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005 طور الجدار وحول لسياج ذكي تضمن أجهزة استشعارات حساسة وكاميرات مراقبة فائقة الدقة، وكذلك تحصينات بقواعد خرسانية ضد الأنفاق والمدافع الرشاشة، ومزود بمدافع يتم التحكم فيها عن بعد. بلغ طول هذا الجدار 65 كيلومتراً وارتفاعه من 6 إلى 9 أمتار تقريباً، وبه سياج عبارة عن حاجزين متوازيين، سياج هائل من الأسلاك الشائكة داخل غزة، وسياج آخر ذكي مزود بأجهزة استشعار للمراقبة على طول الحدود. لكن مع كل هذا اخترقته حماس في 7 أكتوبر. ويشير المسؤولون إلى أن هناك أسئلة كثيرة ستطرح بعد الحرب حول هذا الإخفاق.